المركز تم افتتاحه نظرا للحاجة الماسة التي تفتقرها المنطقة للخدمات الصحية، فارتأت الحكومة التركية تقديم هذه الخدمات وتسهيلها للمواطنين لمساعدتهم في تسهيل المشقة التي كانوا يعانون منها بالذهاب إلى عفرين أو إلى أعزاز. والمركز يضم عيادة داخلية وعيادة نسائية وعيادة أطفال وكذلك صحة مجتمعية وخدمات صحية أخرى من التحاليل الطبية وصيدلية. جميع الخدمات التي تقدم في هذا المركز مجانا، ومشكورة الحكومة التركية على تقديم جميع التسهيلات.